بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. وقد تم جمع الجوامع علما، المسمع كلامه آذانا صما، الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى مجموعا جموعا وموضوعا لا مقطوعا فضله لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا. نعم، ختم رحمه الله بجمل تمت الإشارة إليها في ابتداء المتن عندما صرح المصنف هناك رحمه الله أيضا بمدح صنيعه وتزكية عمله وجهده في هذا الكتاب. وأنا هنا أذكرك أيضا بطرف من ذلك. الإمام ابن السبكي رحمه الله أحد أعلام عصره وفرائد دهره، جمع له في جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة الذاكرة والسعة في طلب العلم ما لم يحصل إلا للقلائل، ثم اجتمع له وفرة من أولي العلم تتلمذ عليهم وتمشيخ بهم رحمهم الله جميعا، أولهم أبوه تقي الدين السبكي إمام الدنيا في عصره، وقس على منواله أئمة الدنيا في عصره كالحافظ المزي والإمام الذهبي، فأخذ عنهم فبرع في الحديث إسنادا ومتنا رواية ودراية، وبرع في الفقه وأصوله واعتنى بالتفسير، وأطنب رحمه الله في التضلع التام من العربية وعلومها، فاستجمع آلة الاجتهاد التي لا تكاد تجتمع إلا لقلائل، فتولى ذلك منذ الصبا. وقد تقدم في ترجمته طرف من ذلك، نبوغه المبكر وبراعته التي أوتيها رحمه الله منذ بداية الطلب. فلما استجمع ذلك كله وشرع في تحصيل العلم وضبطه وإتقانه، صنف هذا المصنف، وسيأتيك أنه أتمه في سنة 60 و700، يعني قبل وفاته بإحدى عشرة سنة فقط. إذن هو قد وضعه في مرحلة التمام والنضج والكمال العقلي، وقد استوى له في شرحه استجماع آلات النجاح وأسبابه. وقد مر بك أيضا أنه ما أقدم على نظم هذا المتن وسرد عباراته وحبكها إلا بعد أن شرح المختصرين الشهيرين الكبيرين اللذين كانا شغل الناس ولا يزال. شرح مختصر ابن الحاجب في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي في الإبهاج، أتم به بداية مؤلف والده لما أتمه إلى أحكام التكليف ثم أكمل هو. فلما شرح هذين المختصرين اللذين هما يعني قبلة الناس في الأصول ومحط دراستهم واهتمامهم، تأتى له أن يضع ما جعله يشعر أنه أتم الوجه على أكمل ما يمكن أن يكون. عرف المسائل واستوعب الأقوال وعني أيضا بالفرائد والنوادر، ورأى أنه يستطيع ويقوى على صياغة متن يستجمع من المسائل ما لا يشذ عنه شيء مهم، لا قول ولا دليل ولا مذهب ولا مسألة برأسها. قال: تم جمع الجوامع علما، المسمع كلامه آذانا صما، الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى مجموعا جموعا، ولذلك سماه جمع الجوامع، وموضوعا لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا. هذا الصنيع من الإمام ابن السبكي ومن أضرابه ممن سبق وممن لحق في تزكية الكتابة والمؤلف ليس من باب عجب العالم بعلمه ولا التمدح بصنيعه ولا المفاخرة أو التكاثر، أمر البواطن علمه عند الله، لكن من باب إحسان الظن بعلماء الأمة أولا، ومن باب حمله على أجمل محامله ثانيا، ومن باب ما عرف من خلال السياق والقرائن المحيطة بحالهم وشأنهم وحياتهم وسيرهم العطرة، يتقرر أن هذا الصنيع منهم كان منطلقه الأساس أكثر من شيء، أهمه لفت عناية الدارس والطالب والمحصل إلى عظم الجهد الذي بذل، وأنه ليس لقطة عجلان وليس خاطر سرحان وليست شيئا هكذا أتاه بكل ارتياح وتوان، لا، هو جهد، هو جهاد، هو تعب ليالي وسهر ونصب، وهو يعني نتاج أمر ما جاء من فراغ ولا بأمر ميسور. أيضا في مقصد ثاني لهذا الصنيع هو إشارة إلى أن هذا الجهد الكبير يستحق عناء في الفهم والتفكر والتدبير والشرح، فما كان متعوبا في سبك عبارته لابد أن يتعب في شرح عبارته،
وألا تؤخذ المسائل. ثم هو ينبه ثالثا على أن يؤخذ هذا المتن والمجموع فيه العلم على مأخذه اللائق به، بمعنى قد تستشكل عبارة وقد تظن وهما وقد ترى سبقا، فيريد أن يحترز فيقول أرى فيما أراه وأنا واضعه ومصنفه أن كل ذلك لم يكن، فليس سهوا فقد حررته، وليست عجلة فقد تأنيت فيه، وليس شذوذا فقد تحرر عندي. كل هذا من باب استشعار ما ينبغي لطالب العلم أن يستصحبه في قراءته. فإن كان أحد سيصنع مثل ذلك، فنظم متنا أو ألف كتابا فأشاد به في مقدمته أو خاتمته، فهو محمود ما لم يقصد بذلك عجبا وافتخارا وتعاليا على أهل عصره وغرورا وزهوا، وإما أن يخشى أن يؤول الأمر إلى ذلك إذا تتابع عليه. فمن كان ضعيف النفس ولا يرى أن هذا قد تصبر نفسه عليه إذا استرسل معها، ويخشى أن ينتقل إلى مزلة قدم بعد ثبات، وإلى انحدار وراء خواطر النيات بعد مجاهدة في صفائها، فالأولى به تركه. ومن قرأ كلام أهل العلم فيحسن أن يعرف له مكانته وتوجيهه، وليس شيء من المقاصد التي قد يغتر بها المبتدئ وصغير العلم والناشئ فيه. فما أن قرأ مسألتين وحاول أن يضبطها لنفسه فكتب جملا أو نظم أبياتا، فليس من شأنه أن يستشهد بصنيع الأكابر هؤلاء فيسوق بين يدي مجموعه وكشكوله هذا التضخيم في العبارة وذلك الثناء العاطر الذي يتأسى فيه بقول فلان وفلان والأئمة على هذا النحو من الصنيع، والله أعلم. نعم. فعليك بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره، يعني يرى أن موطن المخالفة في كتابه لغيره أولى بالعناية. ليش؟ لأنه بعدما تحرر له فقد ارتأى المخالفة. نعم. وإياك وإياك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة. لاحظ، هذه ليست دعوة إلى العصمة الآن وليس قرآنا، وكل يؤخذ من قوله ويترك، وقد قالها قديما إمام الدنيا مالك رحمه الله تعالى، لكن دعوة كما قلت لك إلى تنزيل الأمور منازلها وتقديرها حق قدرها. نعم. وأن تظن إمكان اختصاره، وأن تظن معطوف على إياك، إياك أن تبادر وإياك أن تظن إمكان اختصاره. نعم. ففي كل ذرة درة، فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين، أو لغرابة أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين، وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملال. هذا ليس شتما ولا هزءا ولا، لكنه وصف. الإنسان إما ذكي وإما غبي وإما وسط بينهما. قصد بالغبي يعني ضعيف العقل، فليست مسبة، وإن كانت في اصطلاح دارج عند بعض الناس أنها يعني سبة وشتيمة وشيء يستقبح، لو كانه يقول إذا رآه الذكي فكذا وإذا رآه الغبي فكذا. نعم. وما درى أن إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم لغرض تحرك له الهمم العوال. انتبه، هو يقول الآن الكتاب ربما وجدت اختصارا في بعض المواضع وتطويلا، يقول كل ذلك كان مقصودا. أما الاختصار يقول ربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين، فيأتي هنا ويستطرد لبيان وجه الاستدلال، أو لغرابة يعني شيء دليل مستغرب مما يستخرجه النظر المتين. قال وربما أفصحت بذكر أرباب الأقوال، مع أن الشأن في المختصرات ألا يسمى، خلاص وأنت يقال لك في المسألة كذا أو فيها أقوال ثالثها ورابعها، فلماذا يصرح أحيانا بذكر أصحاب الأقوال؟ قال لا تظنه تطويلا يؤدي إلى الملال، لكن فعل ذلك لأغراض تحرك له الهمم العوال. نعم. وذكر بعض هذه الأغراض. فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه. نعم. يقول أحيانا يكون القول غير مشهور عن هذا، فحرص على تسميته إشهارا لذكره وتعريفا به، أو كان قد عزي إليه على الوهم سواه، قد يكون مذكورا في كتب الأصول على ناحية الوهم فيذكره هو تصحيحا. نعم. أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه، بحيث إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر وروم النقصان منه متعسر، اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر مبتر. نعم. هو يقول هو مختصر لا يحتمل اختصار، ف
فمن أصر على محاولة الاختصار فسيبتر ويبذر وسيعبث بالجمل ولن يستقيم له مقصود الكتاب وتمامه. فدونك مختصرا بأنواع المحامد حقيقة وأصناف المحاسن خليقة، جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان تمام بياضه في أخريات ليلة 11 ذي الحجة الحرام سنة 60 و700 بمنزلي 700 بمنزلي بالدهشة من أرض المزة ظاهر دمشق المحروس، التي ينسب إليه الإمام المزي رحمه الله. نعم. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ويقول المصنف: كان تمام بياضه في أخريات ليالي 11 ذي الحجة الحرام سنة 60 و700. ونحن بحمد الله أتم الله لنا شرح هذا المتن أيضا في خاتمة شهر رجب الحرام، اليوم 29 من شهر رجب لعام 1438 للهجرة. ونحن أيضا في هذا المقام نسأل الله عز وجل بفضله وتوفيقه، كما تم لنا ختم هذا المتن ودراسته في شهر حرام وفي بيت الله الحرام، فإن نحمد الله عز وجل على ما من به من الكمال والتمام. في ختام هذا المتن يجدر بنا أن نلجأ إلى الله عز وجل ضارعين بالرحمة والأجر والثواب الحسن للمصنف رحمه الله تعالى، فإن هذا من بقايا صنيع العلماء وحسن آثارهم في الأمة، أن يتعاقب طلبة العلم على تدارس علمهم واستفادة تراثهم الذي خلفوه للأمة كابرا عن كابر. فرحمة الله عز وجل بعلمائنا من سلف ومن خلف ومن سبق ومن لحق، وجعلنا وإياكم على دربهم سائرين من العلماء الربانيين الراسخين الذين فتح الله لهم أبواب الفهم والعلم. والمقام أيضا في ختام هذا الدرس أيها الكرام مقام حمد وشكر وثناء كبير عظيم لربنا الكبير المتعال. فلا يظن أحد يا كرام أنه تأتى لنا إتمام درس وغيره بجهد بذله أحدنا أو اجتهاد سعى فيه، لا والله، ما هو إلا فضل الله وكرمه بعبده، فأنفسح الله في الأجل ومد في العمر وآت العافية وتهيئت الأسباب، فلولا فضل الله ما تحقق أمر ولا تم مقصود. ولا والله ما عملنا من عمل، ولا جلسنا من مجلس، ولا درسنا من درس، ولا استفدنا من علم، إلا والله عز وجل سبحانه وتعالى ولي النعمة فيها، هو الميسر سبحانه من فتح الباب، ونحن في رحاب بيته الحرام، فاقدروا حق نعمة الله قدرها، واعلموا أن كثيرا ممن رام طلب العلم ما تم له مراده، وكثير ممن سعى وبذل واجتهد أكثر مني ومنك ما حقق المطلوب، فإما أن تنقطع بهم الأسباب أو تتخرمهم المنايا أو تصرفهم الصوارف، فلا والله ما هو بكسب أحدنا ولا بجده واجتهاده ولا عرق جبينه، لكنه كرم الكريم سبحانه وفضل الله وحده تعالى. إذا علمت ذلك فاعلم أنك أمام نعمة عظيمة تستوجب شكرا عظيما. فالحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اجعلنا لك حامدين شاكرين، اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند الضراء من الصابرين، أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. سبحانك ربنا وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. ونسألك ربنا كما ابتدأت بنعمك أن تتمها علينا وأن تجعلنا علىها من الشاكرين. اللهم ولا تجعله آخر العهد بطلب العلم وتحصيله في رحاب بيتك الحرام وقرب كعبتك المعظمة يا ذا الجلال والإكرام. واجعله يا رب من العلم النافع والعمل الصالح، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وارزقنا يا رب فيه إخلاص القول والعمل وصلاح الظاهر والباطن والسداد والتوفيق والهداية، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم الشكر أيضا أيها الكرام في هذا المقام لكل من كان سببا وسعى وبذل ورتب وأعان، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في حرصها ودعمها وتهيئة المكان وبذل الأسباب، إخوتنا الكرام في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام لهم جهود مشكورة مذكورة، ولهم تتابع في إرساء الأمر وتهيئته وترتيبه، فشكر الله لهم صنيعهم وبارك جهودهم وجعل لهم نصيبا وافرا وسهما عظيما في حسنات هذه المجالس والعلم النافع وتحصيله. وبعد أن تم لنا هذا بحمد الله، فهذا هو المجلس 62 في مجالس شرح متن الجوامع التي ابتدأناها بعون الله تعالى وتوفيقه منذ قرابة 1.5 سنة. ابتدأناها في 4 فصول دراسية من أخريات العام 36 وأول 37، وانتهينا منه الحمد لله في ختام شهر رجب في عام 38 للهجرة. ختام هذا المجلس هو توقف درس الأصول حتى يأذن الله عز وجل باستئناف وابتداء مع مطلع الفصل الدراسي القادم إن شاء الله بعد الحج، إن أحيانا الله وأحياكم ومد في الأعمار وفسح في الآجال على أمر يتم التوافق عليه والابتداء به لاحقا إن شاء الله تعالى. غير أننا في ختام هذا المجلس وقد قربت الاختبارات، فإن الوصية تعاهد المدروس ومراجعة الشروح وهي محفوظة مسجلة، وإخوتنا الكرام ممن سجل وبث ونشر واعتنى أصحاب فضل فاذكرهم في دعائكم، فقد بذلوا كثيرا وجهدوا وتعبوا كثيرا ولهم في هذا عناية بالغة كتب الله أجرهم وشكر سعيهم. قبل أن تنفضوا ها هنا كشف للأسماء حرص الإخوة على تحديثه بحكم أن عددا ممن سجل سابقا انقطع عن العودة وبعض من لحق، والإخوة يتواصلون بجملة من الرسائل، فستمر بكم الأوراق فتفضلوا بتدوين الأسماء والأرقام تحديثا للقائمة للتواصل معكم والإفادة بما يجد إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد والعناية والرعاية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.